لله الرضيع خذيه مذبوح من الوريد. نوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك يا المظلومين، صلى الله عليك يا غريب يا مظلوم، كربلاء سيدي يا رحمة الله الواسعة، ويا فنفوز والله فوزا عظيما. يا الله يا عام الشريعة، الله تصبر بانتظاري أيها المحيي الشريعة، فانهض مولاي فانهض، فما أبقى التحمل غير أحشائي الفروع أصاله
وقعت الطف الفظيعة أتجي فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين بكربلاء خيل العقوب طحنت ضلوعي قتلوا آل أميتي ينضام إلى جنب الشريعة مغضب فالعب فاطلب رضيعه والله ما حين يا المهدي علينا الزمان ما حين ما حين عجب لسه الوقت مولاي يا عجب لسه الوقت مولاي ما حين وش وقت نورك يشع فوق البرية يا وش وقت نورك يشع فوقي يا البرية بذلك من المؤمنين والشاهدين.
أفلح من صلى على محمد وآل محمد. لتزديد مجلسنا هذا إن شاء الله بحضور ودعاء الإمام وروح الإمام ونفس الإمام الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الآية الكريمة التي قرأناها فيها أبحاث كثيرة، تتكلم هذه الآية عن العدة والعدد والقوة والاستعداد لنصرة الدين. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن يعدوا ويستعدوا للعدو في ذلك الزمان في دولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية طبعاً فيها قلنا أبحاث كثيرة، ونركز في البحث عن معنى القوة وماذا وما هو المطلوب من القوة. القوة طبعاً في هذه الآية هناك ثلاث آراء لمعنى القوة. الرأي الأول قالوا القوة بمعنى الرماية، يعني هذا الكلام عبارة عن حديث عن النبي صلى الله عليه وآله ينقله لنا جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وشرح هذه الآية وقال ألا إن القوة هي الرماية هي الرمي، ألا أن القوة هي الرمي، ألا أن القوة هي الرمي، وكرر ذلك ثلاث مرات. وهذا طبعا معنى الرماية معنى يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد لأصحابه أن يشتبكوا بأجسادهم مع العدو، لأن في تلك المرحلة المسلمين كان عددهم قليل، فالنبي صلى الله عليه وآله كان يخاف على المؤمنين والمسلمين، فأمرهم بمن؟ فأمرهم بالرماية، يعني تعلم الرماية والرمي ورمي الأعداء. هذا وجه من الأوجه طبعاً. والآن تشاهدون أنتم بأعينكم كيف أن الطائرات اليوم هي التي تحسم المعركة، الرمي من بعيد، لاحظين هذا القضية، الرمي من بعيد، القناص، غيره من هذه الأمور. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فهذا المعنى من المعاني الذي أشار له وضح النبي صلى الله عليه وآله هذا الأمر، يريد أن يعلم، قلنا يريد أن يعلم المؤمنين أن يستخدموا أن يبتعدوا بأجسادهم عن المعارك ويتدخلوا في هذه المعارك عن بعد حفاظا على أجسادهم. الرأي الثاني قالوا القوة بمعنى شنو؟ بمعنى السيف والترس أو الدرع وشنو الخضاب. الخضاب شنو؟ الخضاب سألوا الإمام الصادق ما معنى الخضاب، يعني معنى القوة، قال القوة معنى الخضاب، قال دخل قوم على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، دخل قوم على أبي عبد الله فوجدوه قد خضب لحيته بالسواد، قالوا له يا أبا عبد الله لماذا خضبت لحيتك بالسواد؟ قال كان جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يشترك في المعارك أو عندما يريد أن يغزو غزوة يأمر أصحابه، بماذا يأمرهم؟ يقول لهم خضبوا لحاكم بالسواد. لماذا؟ حتى يقول حتى يستعين على عدوه، يعني بمعنى شنو؟ بمعنى كانت القبائل عندما تغزو قبيلة تغزو قبيلة، كانت إذا كانت تلك القبيلة فيها شباب هذه القبيلة تهاب، يعني ما حد يجرأ على هذه القبيلة، وإذا كان فيها شيبة لا، إذا كان فيها شيبة
يعني تقل منزلة هؤلاء. فلذلك النبي حتى هذا الاحتمال لم يتركه، أمر أصحابه أن يخضبوا لحاهم بسواد حتى يخيفوا العدو، يرعبوا العدو. الآية إذا قرأناها يقول حتى بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون، يعني الرهبة هذه شنو معناها؟ معناها يدخل الخوف في قلوب هؤلاء فلا يتجرؤوا عليكم. يعني هاي الآية لا تفهمون أنه قضية الإرهاب، هاي قضية الإرهاب لربما شخص يفهم أنه هاي يعني إشكال على الإسلام، لا، ترهبون بها عدو الله وعدوكم، معناه أنه يدخل الخوف إلى هؤلاء، وإذا دخل الخوف إلى هؤلاء هؤلاء لا يتجرؤون عليكم ويخافون منكم. مو معناه أنه إرهاب أنه الروح يروحون يقتلون، لا، أنه أنت صف بهذه الصفات حتى لا يتجرأ عليك شخص. هذه من التفاسير. التفسير الثالث، لا، قالوا الآية، ظاهر الآية القرآنية، ما هو ظاهر الآية القرآنية؟ ظاهر الآية القرآنية تقول من قوة. شنو هاي من قوة؟ قالوا من قوة، هاي القوة اجت كلمة نكرة، هذه نكرة وقبلها من، فهي تفيد للعموم. من قوة يعني أي قوة، بمعنى أنه أيها المسلم عليك أن تتسلح وتعتد بأي قوة. يا قوة هسه تنجي المصادق، أي قوة شنو يا قوة؟ القوة هسه أنت أي بالك يجي؟ أولا القوة الإيمانية، لا بد للإنسان المؤمن أن يكون قوي إيمانا وعقيدة، هذا أول سلاح المؤمن لازم يسلح به، من يتسلح بالإيمان، بالإيمان بالله تعالى سبحانه، ويتسلح أيضا يتسلح بعد يتسلح بالأخلاق، يتسلح، هذه ملازمات الإيمان، الأخلاق، المعرفة، مثلا قضية الحالة المعنوية، هذا اللي كله لازم المؤمن يسلح به، هذا شيء. القوة بعد شنو؟ إذا خلصنا من القوة الإيمانية، القوة المعنوية، نجي إلى القوة المادية. القوة المادية مثلا القوة الاقتصادية، قوة الاقتصادية قوة لو مو قوة؟ أي بلد الآن، أي دولة الآن إذا كانت ضعيفة اقتصاديا مهما كان عددها لو كان بالمليارات، وإذا كانت ضعيفة اقتصاديا ممكن للعدو اختراقها، صح لو لا؟ هذا شيء واضح. بينما أكو دول ما عندها تكنولوجيا، ما عندها معلومات، ما عندها يعني ما، لكن هي غنية هاي الدولة، هاي شوف توجد لنفسها حماية وما حد يتجرأ على هذه الدولة بسبب هذه القوة الاقتصادية. تلاحظون أنتم مثلا مصادق الدول الخليجية وغيرها. الشيء الآخر مثلا القوة، خلصنا من القوة الاقتصادية، القوة الأخرى يا قوة القوة السياسية. السياسية إذا كانت السياسة حكيمة للدولة، ولابد ويجب أن تكون السياسة حكيمة للدولة المثالية، ها مو أي دولة، يعني إذا كانت الدولة مثالية فلابد أن تكون هذه الدولة سياستها شنو؟ حكيمة، مو سياسة ترجع على الشعب نفسه وتمكر بالشعب نفسه في سبيل أن تسرق أموال الشعب، لا، سياسة حكيمة، هذه السياسة يعني تبعد الأخطار، تخلص البلد من المنزلقات السياسية، هذه واحدة من معاني القوة. بعد ايش عندنا من قوة؟ بعد عندنا القوة قلنا الاقتصادية، وقلنا القوة الأخلاقية. القوة الأخلاقية مثلا ها لازم الإنسان والمؤمن يصفى بالصفات الإيمانية الخلوقة، لابد للإنسان أن يكون قوي إيمانا وأخلاقا. فإذا هذا الشخص مثلا ساءت أخلاقه، هذا الشخص ساءت أخلاقه، فهذا راح يأثر سلبا على اليمن، يأثر سلبا على المؤمنين، لأن الآية خاطبة المؤمنين ما خاطبت فرد واحد. ماذا قالت؟ وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، معناه أنه الآية القرآنية تعتمد على اليمن، على خاطبة المجموعة، لم تخاطب الفرد. فهذا الفرد إذا أثر، إذا كان سيء الخلق فسوف يؤثر في الجماعة، وإذا أثر في الجماعة سوف يؤثر في من؟ في الانتصار، صح لو لا؟ لذلك قضية الإمام المهدي سلام الله عليه حسب ما يذكر السيد الأستاذ يقول لابد للإنسان المؤمن أن يتكامل، والتكاملات اللي ذكر سماحة الأستاذ ذكر التكاملات هي التكاملات الروحية، مثلا ذكر التكاملات الروحية قال لابد للإنسان أن يتكامل روحيا، وبعد الذكر قال هناك تكاملات أخرى مثلا التكامل الأخلاقي، بعد يا تكامل قال التكامل الفكري. هسه الفكري، التكامل الفكري
تعرفون بعد انتم التكامل الفكري قضيه يعني واضحه لكم. التكامل الفكري هو التكامل العلمي. شلون احنا نقول القوه العلميه والقوه الاعلاميه؟ يعني الدوله تحتاج الى قوه علميه وقوه اعلاميه، هاي القوه ما ذكرناهن وهن واضحات ان شاء الله. ايضا قضيه الامام المهدي سلام الله عليه يحتاج اصحابه علما ان يتحلوا بالاخلاق، هاي وحده، ويتحلوا ايضا بالقضيه الفكريه. يعني القضيه الفكريه شنو؟ لابد للانسان ان يتعلم فكريا. شو يتعلم؟ قسم مثلا يدخل في الدراسه ويدرس، قسم يستخدم الانترنت، يروح للانترنت. الانترنت من مصادر العلم. انتم ما تعرفون الانترنت، لماذا السيد الاستاذ يلحق على قضيه الانترنت؟ لماذا؟ لا تتصورون انه قضيه سهله، لا، قضيه مهمه جدا، لان انت الان مسؤول امام الله سبحانه وتعالى وعليك فريضه في عنقك. ما هي هذه الفريضه؟ عليك فريضه وانت مسؤول عن فريضه، وهي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل انسان مسؤول امام الله سبحانه وتعالى عن هذه الفريضه. الفرائض هسه مو عندنا الصلاه والصيام، صح؟ الصلاه واجبه، الصيام واجب، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، هم واجب. فلذلك سماحه السيد اراد ان يخلصكم من هذه الفريضه. امر بمن امر؟ امر بالنصره الالكترونيه ورد النواصب الذين شنو هؤلاء النواصب؟ الذين يتعرضون ويتجرؤون على من؟ على ائمه اهل البيت او على الاسلام. لاحظينها؟ مثلا تجي للنواصب الان مثلا التكفيرين وغيرهم، تجد عده شبهات، يثير شبهات منا وهذا شبهه منا، يثير هذه الشبهات. وهذه الشبهات ماذا تعبر على هؤلاء المساكين؟ اذا انتم ما تصدون، من يصد؟ ما حد يقدر يدفع هذه الشبهات، لاحظتوا؟ فلذلك الامام الصادق عندما قال رحم الله علماء شيعتنا، يعني انتم مصداق العالم، خلاكم سماحه السيد، انتم الان من مصاديق العالم. كلكم الان تشتغلون بالانترنت، واللي يتركه طبعا قد راح يكون مغبون بعدين، قد يعض باصابع ندم. لاحظ الامام الصادق ماذا قال؟ قال رحم الله شيعتنا، يرابطون يعني مع مضمون كلامه، الكلام ما حفظه نصا، يقول رحم الله علماء شيعتنا يرابطون على الثغر الذي يلي منه ابليس الى ضعفاء شيعتنا. لاحظتوا؟ الى ضعفاء شيعتنا. فمن اللي يدفع هذه الشبهات عن المجتمع غيركم؟ ما حد يعني جاي يفهم هاي الافكار غير منو؟ غير المؤمنين، اللي انتم مصداق للعالم. دير بالك، يعني انتبه لنفسك، انتم من مصادق العالم. اكرر عليكم حتى تعرف قيمتك امام الله سبحانه وتعالى، انتم من مصادق العالم، فلا تكسلوا عن العمل والدفاع عن النص، عن المذهب والدفاع عن آل البيت سلام الله عليهم. تأتي مثلا للشبهات النواصب، يعني لاحظ واحدة من الشبهات، ابن تيمية يذكر في كتابه يذكر، يقول هذه الرؤية تقتضي، هذه الرؤية التي راها النبي، وهي يقول إني رأيت ربي، حاشا للنبي أن يرى ربه، لكن هكذا يقول ابن تيمية، يقول رأيت ربي على صورة شاب أمرت جعد قطط، مو صحيح؟ هذه الرؤية رؤية عين لو رؤية منام. هسه هو ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول هذه الرؤية رؤية عين، صح؟ يقول إنها تقتضي رؤية عين. هسه قضية واضحة تقتضي رؤية عين. تجي تتناقش مع النواصب، من تتناقش وياهم تقول لهم هذه رؤية عين، يقول لك لا كذب، روح للصفحة الفلانية. تجي للصفحة الفلانية يقول لك هو رؤية منام. يعني ابن تيمية مرة يذكر بالبداية الكلام كلام، وفي نهاية الكلام كلام متناقض. لاحظين؟ هاي من يكشفها هاي الشبهات؟ هاي شبهات عميقة ودقيقة، يعني تخلط على المجتمع، ما حد يحلها غيركم انتم، يعني العلماء، وانتم هذا مجالكم. فلذلك ابن تيمية يقول هذه رؤية عين، تجي متناقش تقول له مع ذلك خلنا نسلم انها رؤية منام مو رؤية عين. هسه انتم ماذا تقول؟ ابن تيمية يقول رؤية عين، اما انتم تقولون رؤية منام، خلنا نسلم وياكم رؤية منام. رؤية منام، رؤية الانبياء صادقة لو مو صادقة؟ شو تقولون؟ المفروض هي صادقة رؤية الانبياء، صح؟ زين، هناك حديث في البخاري
هم ينقلون. ما هو هذا الحديث؟ الحديث يقول يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رآني في المنام كمن رآني في اليقظه، صح؟ فإن الشيطان لا يتمثل بي. يعني النبي يقول الأصحاب: إذا أنتم شفتوني بالرؤية، هاي رؤيتكم إلي يعني كأنما مطابقة للواقع. هذا كلام النبي إلهم. زين، فبالأولوية من يرى الله كان كمن يراه، صح؟ من رأى الله كان كمن يراه، وهذا تسليم لله سبحانه وتعالى. تسليم لو ما تسليم؟ تسليم. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. هذه رؤيا، وهذه يعني هذا الكلام دقيق جدا من النواصب، يحاولون يعني يتصيدون في الماء العكر ويظلون الناس ويشوشون علماً على عقائد أهل البيت، يشوشون على عقيدة الشيعة، على عقيدة أهل البيت سلام الله عليهم. تجلي يعني تجي الروايات أهل البيت مثلاً، الرواية ضعفوها، الرواية شككون بها القوية والصحيحة لأهل البيت للإمام علي سلام الله عليه، هذه الرواية ماذا يفعلون؟ يضعفوها، يشككون بها، يجيك الإمامة، إمامة أهل البيت سلام الله عليهم اللي ثابتة بالعقل والوجدان، يشككون بها. فهذه المهمة وهذه القوة اللي هي القوة الفكرية، من يقوم بهذه الوظيفة؟ يقوم بها أهل الحق. لذلك كلام السيد الآن اللي يشرحه في الموسوعة أو في كتابة يسمى كتاب الاستعداد لنصرة الإمام المهدي، هذا الكتاب الاستعداد لنصرة الإمام المهدي، شرح علما لحديث مختصر، يعني هو ما شرح السيد يشرح الحديث، لكن لا لحديث مختصر للإمام الصادق عليه السلام، سألوه متى ظهور الإمام عليه السلام؟ قال: الإمام لا يظهر إلا في أولي قوة. إذا ماكو قوة ما يظهر الإمام، إذا ماكو ناس تفكر وماكو قوة. القوة منين؟ من يا جانب، كل الجوانب، الجوانب الفكرية، الجوانب الروحية، الجوانب الأخلاقية. سماحة السيد يشرحها، يقول لازم للإنسان هذا اللي يريد يستعد لظهور الإمام، يقول لازم هذا الشخص ماذا يكون؟ مستعد ومتكامل روحيا، هذا شيء تكامل روحي. بعد تكامل أخلاقي، مو مثلا شخص مثلا عنده خلاف ويا صاحبه يزعل عليه 10 سنوات، ماكو هيك شيء، هاي مو تكامل أخلاقي. التكامل الأخلاقي تعفو عن أخوك، يعني تحب أخوك، تغض النظر، ما يبقى في قلبك شائبة على أخوك. إذا الأخوان تهاجروا، اثنين إذا تهاجروا دخلوا في ولاية الشيطان، خرجوا من ولاية الرحمن دخلوا في ولاية الشيطان. فكيف إذا كان أهل الجسد الواحد وأهل الحق إذا كانوا مختلفين، إذا كانت بينهم بغضاء وشحناء، هؤلاء سوف يفتتون هذه القوة، قوة الإمام سلام الله عليه، لا يظهر إلا في له قوة. لذلك سماحة السيد ماذا قال هنا؟ قال: إذا لم يكون التكامل بالمستوى المطلوب فإنه سوف يحصل البداء. سوف يحصل البداء، لاحظتوا؟ يعني نحتاج إلى زمن ونحتاج إلى وقت ونحتاج يعني يحصل كثير من الأمور في هذه القضية. فالإنسان لابد أن يكون متكامل أخلاقيا، وبعد شو تكامل حسب كلام سماحة السيد؟ لابد أن يتكامل فكريا. التكامل الفكري الذي ذكره سماحة السيد هو مثلا، نجي على هذا التكامل، يا تكامل التكامل العلمي، التكامل العلمي تعرفون انتم، مره قسم من الطلبه يدرسون بالحوزات، قسم يصدون للانترنت، قسم يصدون، يعني هذه هي يعني قضايا تكامل الانسان، يعني قسم هذا التكامل. فاذا كان عمل جماعي، اذا كان عمل جماعي شيء يسد في قسم قام بهذا العمل، قسم قام بهذا العمل، أصبحت مثل الدولة. لاحظين الدولة قسم اقتصاد، وقسم شنو سياسة، وقسم مثلا فكر، وقسم تعرفون أنتم بعد قضية الدولة. فلذلك تلاحظون الدول الآن، لاحظوا الدول الغربية مثلا اللي يجي يصنع له صاروخ نووي
إذا صنع صاروخ نووي راح يحافظ على بلده وما حد يتعرض له إطلاقاً، حتى لو ما يستخدم السلاح النووي ولو لمرة واحدة. ملاحظينها؟ ما حد يندقني. ليش؟ لأنه هؤلاء عملوا ماذا؟ عملوا على وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، عملوا قوة لأنفسهم هذا العمل. فلذلك الإمام المهدي سلام الله عليه، الإمام المهدي عانى كثيراً عليه السلام، ومن الشبهات ويبقى يعاني من الشبهات، ولا بد للمؤمنين من أن يقوموا بوظيفتهم حتى يظهر سلام الله عليه، يظهر الإمام المهدي. وإذا لم يقم المؤمن بوظيفته ويبقى خامل ويبقى متكاسل، لا تتوقعوا ظهور الإمام عليه السلام. إذا كان المؤمن يم الانترنت وشي سهل، يعني سهل وانت قاعد ببيتك كل شيء ماكو، ما عندك تعب، حتى الحاسبة يتعاجز يفتحها، حتى الانتر ما يدوسه مال، ليش يعني؟ شنو النصرة هاي؟ فشلون تريد الإمام يظهر؟ الإمام يظهر، لا يظهر الإمام إلا في إلو قوة. إلو قوة وين هم؟ إذا الانترنت ما تستخدمه وتريد الإمام يظهر، يا أخي لازم تتوفر كل الجوانب، الجانب السياسي، كل الأمور هاي لازم تترتب للإمام، والمهم والأهم اللي يترتب الجانب العلمي. ما ممكن أنه الإنسان يجي ينصر الإمام المهدي سلام الله عليه وهو جاهل. لاحظ كتاب السيد حفظه الله ماذا يقول في بداية كتابه، يقول أول كتابه يقول النقطة الأولى الجهل. لاحظوا، مو الاستعداد لنصرة المعصوم، ذكر الجهل أول كلمة له وأول موضوع الجهل، النقطة الأولى الجهل، إن الجهل هو سبب الرئيس الجهل. لاحظوا يا أخوان، أهل الكوفة قاتلوا الإمام الحسين، خدعوهم بالفتوى وقالوا لهم إن الحسين خارجي، وسارت الأقوام لحرب الإمام الحسين. نعم، شنو والله شنو أفتى الخليفة، أفتى العالم الفلاني إن الإمام الحسين خارجي، وخرجت الناس بالآلاف لقتال أبي عبد الله، بينما هم كتبوا إليه 18,000 شخص شيعي كتب للإمام، خرجوا لقتال الإمام بسبب الجهل. بعد عندك أصحاب علي بن أبي طالب عليه السلام، أصحاب علي بن أبي طالب هم من جاء بعلي بن أبي طالب وقالوا لا، قالوا نريدك أن تكون علينا أمير، قال اجعلوني وزير ولا تجعلوني أمير، قالوا لا، بل يجب أن تكون أمير، وصد الإمام عليه السلام. عندما تصد الإمام 5 سنوات، 5 سنوات لم يتحمله أصحابه حتى قال ويلكم وكأنني على الكوفة فقط، ما لكم، ما لقد ملأتم قلبي قيحا وتشحنتم قلبي غيظا، ما لي أراكم أشباح بلا أرواح، تجار بلا أرباح، لآخر الخطبة. فلذلك بعد ذلك هناك عند أصحاب الإمام أمير المؤمنين، أصحابه كان منهم شمر كان من أصحاب الإمام، كان يقاتل معركة صفين مع الإمام علي. الخوارج كانوا أصحاب جباه سود ومع الأمير المؤمنين، ما هي إلا خديعة بسيطة بسبب الجهل، انخدعوا بسبب الجهل، بسبب رفع تلك المصاحف، وإذا بهم يقولون لقد كفر علي وكفر معاوية والحكمان، طبعا هم من أمر علي بن أبي طالب بالتحكيم، ومع ذلك كفروا علي بن أبي طالب عليه السلام. بعد قالوا لا نكتفي بذلك إلا أن نقتل علي بن أبي طالب، وخرجوا لقتال أمير المؤمنين، وكان عددهم 5,000 شخص، وبدأت معهم معركة تسمى يا معركة معركة النهروان، صحيح؟ بدأت هذه المعركة مع هؤلاء إلى أن قتلهم أمير المؤمنين، وبقي منهم من تاب. لاحظ الجهل، بسبب الجهل، بسبب، لاحظوا هذا الإنسان اللي يبتعد عن من؟ اللي يبتعد عن جهة الشرعية ولا يطبق شنو؟ ولا يطبق إرشاداتها. واحدة من الإرشادات قلنا العلم، الجهة من وجهت قالت نريد العلم، من مصادق العلم قلنا شنو؟ النصرة، الدفاع عن مذهب أهل البيت عن طريق النصرة والدفاع عن المعصومين عليهم السلام. لذلك نلاحظ أن الإمام المهدي عليه السلام في آخر الزمان بسبب الشبهات الناس لا تتعرف عليه، بسبب الشبهات لا تتعرف عليه، يقف وحيدا غريبا مظلوما، لا الناس ترفضه، ما هم حتى الأخيار، ما هم لا أخيار،
يجي وحده بوحده يسند ظهره الى الكعبه، ماذا يقول؟ يقول امام الناصر ينصرنا، نفس كلمات الامام الحسين في واقعه كربلاء، انتبهوا، امام الناصر ينصرنا، امام معين يعيننا. يقول تتحرك اليه اصحابه، اصحاب الامام المهدي المخلصين، ماذا ينادون؟ لبيك يا داعي الله، كرروها، لبيك يا داعي الله، لبيك يا داعي الله، لبيك يا داعي الله. هذا والإمام الحسين عليه السلام. لاحظوا الإمام المهدي أحسن حالاً من الإمام الحسين. لماذا؟ الإمام المهدي من نادى أمام المعين أتى الشيعة، أتى أصحابه فبايعوه جبرائيل ثم أصحابه تسارعوا إليه. أما الإمام الحسين وقف في كربلاء، صاح هذه الكلمات، أمام المعين يعيننا. قارنوا أنتم بين الحركتين، بين حركة الإمام وبين حركة الإمام الحسين عليه السلام. أمام معين يعيننا وأمام مغيث يغيثنا. ماكو، ما حد استجاب، فقط الإمام السجاد. ماذا قال؟ قال عم أعطيني العصا والسيف. قالت عم ماذا تفعل بها؟ قال أما العصا فأتوكى عليها، وأما السيف فأذب عن والدي. قالت عم أنت مريض. قال عم أي مرض هذا؟ أما تسمعي عزيز الزهراء يستغيث؟ ماذا قال الإمام الحسين لها؟ يا زينب احبسي. ثم جاء الإمام الحسين منكسرين، رجع إلى المخيم منكسرا حزينا. قال زينب ناوليني عبد الله الرضيع. قالت أخي يا حسين الحق ولدك عبد الله، لقد هلك من العطش. أخذه الإمام الحسين وهو يقول بعدا لقوم ظلموك وحرموك من شرب الماء، خصمهم يوم القيامة جدك رسول الله. ثم نادى لا يا الله يا نبيوني، أنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظ فيه شبه الهادي الشفيع. وقف في وسط العسكر، قال يا عمر بن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، إذا كان ذنب الكبار فما ذنب هؤلاء الصغار؟ دخلت الفتنة في جيش عمر بن سعد، قسم من الناس قال اسقوه، وقسم قال لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. صاح اللعين عمر بن سعد في القوم، يا حرمل اقطع نزاع القوم، جاء حرمل اللعين فصوب السيم إلى نحر الرضيع، فرم الرضيع وذبحه من الوريد إلى الوريد. وسيدا وصغيرا تلقى حسين دم الطفل بيده، يا بيده بيده يا بيده، حال ينتزل بحضنه ليده.
وقفه من وريده يا ايها فلسما وللقاع ما خاب. اخذ الطفل اخذ عبد الله الرضيع الى المخيم اول من استقبلته سكينه. صاحت ابا سمع وجدت اخاها ساكتا قال ايت ابا السقيت اخي الرضيع ما قال يا بني عظم الله لك الاجر بعبد الله الرضيع خذيه مذبوح من الوريد الى الوريد. نادى ييت بويا الطفل عني غطيه غد غطيه يا بويا مالي قلب يا بويا صد لي هشوف ذبيح وما درجلي. بعد ذلك انا حر قلبي لامه الرباب نادت يا عبد الله يا غالي يا غالي يا نبرباك ساهرت الليالي يا اي الليالي الليالي انا ما حسبت بالدهر تالي تالي يا ذبنه ويا خل الدمع والي يا اي وانا ابني وانا ابني وانا ابني يا اي ماتم ماتم بالحزن ننصب وانا ابني وانا ابني وانا ابني يا اي فجعني حرمله بسهمه وانا ابني وانا ابني وانا ابني يا اي الطفل عاد يفطمونه الطفل عاد يفطمون وانا ابني يا انفطم ولا بس هام المنية يا انفطم ولا بس هامي يا المنية يا كوكب ما كان اصغر عمره. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا ودليلا وناصرا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ونصرته. اللهم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف سوء حالنا إلى أحسن حال منك يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم إلى مؤسسي هذا المجلس وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأرواح الأموات الجالسين رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.